بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في خضم النقاشات التي تشهدها الساحة الفكرية الثقافية في المغرب وفي غير المغرب، دائما تتردد دعوة معينة ويثيرها أناس بقصد. مفاد هذه الدعوة هو أن هذه الشريعة وهذا الإسلام لا صلة له بالتعقل ولا بالعقلانية التي يعتبرونها امتيازا خاصا لجهات أخرى، أي هي صفة حصرية لتيارات أخرى. أما المسلمون فلأنهم يؤمنون بالغيب، ولأن الغيب هو جزء عقيدتهم والجزء الأهم في عقيدتهم، فإنهم لا صلة لهم بالعقيدة، لا صلة لهم بالعقل. وآية ذلك وشاهد ذلك هو أن العلماء المسلمين قد سبق أن منعوا تعلم علم المنطقي وحرموه، وهذا هو الذي جعل المنطقة أو علم المنطقي غالباً غائبا عن النقاشات والكتابات. هذه مقولة وطرح يحسن تناوله والإجابة عنه إجابة علمية من واقع المعرفة الشرعية، من واقع ما هو مدون وما هو مكتوب، ومن واقع المكتبة الإسلامية التي تحتفي بالمنطق ولها فيه كتب عديدة، ومن واقع اشتغالي المدرسة العتيقة الآن بالمنطق. بمعنى أن الذين يدافعون عن المنطق ويحتمون به ويرفعونه شعارا هم لا يشتغلون في دراسة المنطق في الكليات على نحو ما يشتغل به طلبة العلوم العتيقة، المدارس العتيقة والعلوم الشرعية. هذه أشياء عملية لا سبيل إلى تجاوزها أو إلى إنكارها. لذلك قلت إن الجواب في جواب عن هذا الطرح يجب أن يكون جوابا مؤسسا على حقائق علمية، وهو ما إن شاء الله سأعرضه في هذا اللقاء. أقول إن المسلمين والعلماء المسلمين قبل أن يقتحموا هذا المجال وقبل أن يتحدثوا فيه ويتوسعوا فيه أفردوه ببحث هو بحث شرعي، وهو التساؤل عن حكم تعلم المنطق وتعليم المنطق والاشتغال به. لأن الأصل في المسلمين أنهم لا يقدمون على شيء حتى يعلموا حكم الله فيه، وهم فعلوا هذا. وهناك نصوص كثيرة، ولكن بما أننا ملتزمون بنظم السلم للأخضري فإن نقول أن نردد ما ذكره الأخضري، وهو قد قال في مستهل الكتاب وقبل أن يشرع في المباحث: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. ابن الصلاح والنووي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريح. هذا هو العرض المبسط السهل لحكم الاشتغال بالمنطق، وقد ذكره صاحب السلم، وهو بالتأكيد يأخذ بقول الإباحة، وإلا لما كان قد كتب هذا الكتاب وضع هذا الشعر، ولما كان الشراح قد يهتموا بهذا الكتاب. فهو يقول إن هنالك خلفا أو خلافا، والخلاف ليس هو المنع، الخلاف هو النقاش، هو تداول الأمر. بمعنى أن موضوع الاشتغال بالمنطق لم يؤخذ في أي جانب بتسليم، كان هناك نقاش، والنقاش يدل على حيوية. ولذلك حينما نتحدث ويتحدث البعض الآخرون عن الفقه الإسلامي وعن الثقافة الإسلامية يقولون إن فيها خلافات كثيرة، وهذا صحيح. نحن عندنا في المسألة الواحدة قد توجد أقوال، قد يوجد في ضبط القضية الواحدة 30 قولا وهذا جميل، هذا لا يزعج، هذا يدل على أن هنالك حيوية وحركة
وأنه ما كان أحد يقول للناس إني قد قلت لكم قولا فلا تقولوا بعدي قولا آخر، لا، كان يقول ثم يكون هو قوله وقول غيره معروضا للنقاش. فهذا شيء جميل. ولا توجد الآن في الدنيا كلها، في المدارس كلها، مدرسة تقول بضرورة التفرد أو الفرادة في القول. لا، من قال بهذا فقد منع الناس من أن يفكروا وأن يتحدثوا بما يعتقدون أنه صواب. وعندنا الحمد لله في كل المجالات ليس هناك، لأن الناس يتحدثون في بعض المرات على أساس أن الفقه فيه مذاهب وخلاف الشافعي ومالك وكذا، بماذا نأخذ؟ هذا هو الجميل، هذا هو الجميل. اختلف الصحابة فكان في ذلك سعة للناس، وأي شخص عمل بعمل واحد منهم كانت له فيه حجة ودليل. فلذلك خلافاتنا الفقهية موجودة، وخلافات الأنبياء، الأنبياء اختلفوا فيما بينهم، داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اختلف. لماذا اختلف؟ لأنهما فكرا. الذي لا يختلف لا يفكر، يتابع، يلاحق، يسلم، انتهى الأمر. ولذلك ثقافتنا فيها الخلاف، والاختلاف من هذا القبيل ليس هو الاختلاف الذي هو انتصار للشهوة وانتصار للنفس، أو هذه حاجة أخرى. احنا نقول الخلاف العلمي الذي هو من طبيعة البحث العلمي. فلذلك أقول إن الخلاف هنا لا يزعج، ولا يجعلنا نقول بأن هنالك قول واحد هو قول الحرمة. إذن فالإشارة إلى الخلاف كما ذكر ذلك الناظم فيه إشارة إلى أن الأمر تدول، وكانت للناس فيه أقوال وكان فيها اختلاف. هذه نسجلها. هذا الذي يقول هناك خلاف كما يقول الناظم، حينما نقابله بقول الباحثين الذين يقولون إن المنطق محرم، أين الخلاف عندكم؟ إن المسلمين حرموا المنطق، قلتم هذا، ولكن هل هو القول الوحيد عندنا؟ لا. إذا أنتم لستم أمناء على الحقيقة، على المعرفة. أنت قد تريد أن تلصق هذا بالمسلمين، تقول ولكن قل لنا إن هنالك أناس آخرين قالوا أقوالا أخرى. إذ نحن نتساءل عن شيء آخر، عن الأمانة العلمية، عن الدقة في القول. فالذي يصور الدقة في موضوع المنطقي هم هؤلاء الذين قالوا والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. أما الذين قالوا إن المسلمين حرموا المنطقة ليس لهم إلا هذا الكلام الذي ليس علميا، التعميم ليس علميا، هذا الإطلاق ليس علميا. لو قالوا إن المسلمين اختلفوا لقلنا إنهم يبحثون عن الحق، لكن هؤلاء يريدون أن يصادروا الأقوال الأخرى. يقول هل هناك قول واحد هو المنع؟ ومن قال لك هذا؟ ماذا تفعل بالشواهد الكثيرة؟ أي إذا قلت إن المنع وكنت تحتفي به وتريد أن تتمسك به، فلكن لا يمكنك أن تمنع الآخرين من أن يقولوا بما شاءوا. لا، قال هنا بالمنع وهو موجود، وقال، وهذا هو الذي نناقشه. فهمت هذا؟ ثم يقول الخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، ابن الصلاح والنووي حرم. نحن لا نخفي هذا ولا ننكره. لماذا؟ هذه طريقة القرآن الكريم في عرض النقاش. والقرآن هو يحرص على أن يعلم المسلمين هذا الأسلوب في النقاش، بمعنى أنك حينما تريد أن تتحدث عن فكرتك وعن فكرة أخرى، فإنه لا يمكنك الانتهاء إلى الحقيقة إذا كنت تخفي الفكرة المخالفة. القرآن حينما يتحدث عن نقاشات غير المسلمين، أهل مكة مع المسلمين، كان دائما يورد أقوالهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، زيد قل لله المشرق، هو يورد قول الآخرين الذين سماهم سفهاء. ومع ذلك كونهم سفهاء لا يعني أن قولهم لا لذلك يستحضر ويذكر ثم يكون الجواب. هذا إذن كان هناك
نقاش في القرآن الكريم. القرآن لا يخفي، أنتم تتبعوا هذا في قراءتكم للقرآن، دائما تجدون أن هؤلاء الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قل لله، لا تلاحظوا المناقشة، معناه هم سيقولون وقالوا، ومع ذلك يحضر ويعرض القرآن أقوالهم، لأن هذه شجاعة، هذا شجاعة النقاش. أنت لا يمكنك أن تكون فائزا في النقاش لأنك غيبت رأي الآخر، تطرحه وتضع للآخر أن يقارن بين رأيك ورأي غيرك، ثم بعد ذلك يقع ما يقع. بل إن العلماء المسلمين، وهذه طريقتهم في المنهج، هذه في المنهج، يقولون إن الذي يدعي دعوة معينة يجب عليه أن يجرد من نفسه وأن يستحضر المخالف. إذا قلت بقول هذا فيجب أن تستحضر أن هنالك من يخالفك في ذلك، وتذكر حجته أنت وهو لم يتحدث بعد، ثم تنقض حجته، وبعد ذلك إذا نقضت حجته يسلم لك القول. وذلك هذا الأمر الذي تجدونه الآن في بعض الكتابات العالية العاقلة، نقول كذا وكذا، فإن قال المخالف كذا وكذا، هو لم يقل بعد، ولكن تتوقع منه أنه سيجيبك، سيعارضه، فإن قال المخالف كذا وكذا وكذا قلنا له كذا وكذا. هذه التي إن قال فنقول هي التي تسموه الفنقلة. الفنقلة حركة فكرية، نقاش. لا تقولش بأن المسلمين لا يفكرون، إنما لا يأخذون من الأقوال على عواه، هم في ذاتهم ينجزون نقاشا داخليا، أو الكتب العقيدة وكتب العلمية الرصينة كلها تفعل هذا، لا تغيب الرأي الآخر. ولذلك أقول الآن هذا من ناحية المنهج، من ناحية الأمانة العلمية، من ناحية الصدق، يجب أن نقول أو نستعرض الأقوال كلها، هذا الواحد. ونقول، وهو صاحب النظم ذكر أن ابن الصلاح الشهرزوري، ابن الصلاح هذا تعرفونه، رجل حديث بالدرجة الأولى، وصاحب الكتاب الأكبر والمقدمة الأولى، مقدمة في علوم الحديث، والتي قامت على ضفافها وعليها دراسات كثيرة. هذا علوم الحديث الأولى أو الكتاب الأول هو هذا، كتاب صلاح الشهرزوري، الذي كانت له قيمة، والذي تحول فيما بعد إلى كتب أخرى وإلى نظم، حتى الذين نظموا الحافظ العراقي، الذين نظموا مثلا شعرا أو أنظاما في التعريف بعلوم الحديث، كلهم كانوا ينظرون إلى كتاب ابن الصلاح. ابن الصلاح هو رجل عالم من العلماء المسلمين الأكراد، وقد عاش في الموصل ودخل بغداد، وكان له اهتمام بالفقه، وكان ضابط الفقه الشافعي، وله فتاوى. أنا أحيلكم على هذا الكتاب، كتاب فتاوى ابن الصلاح، هو موجود الآن في المواقع، أنتم طلاب العلم. وبالمناسبة أنا أقول لكم في الحصص كلها إن شاء الله، هذه أحاول أحضر لكم إن شاء الله بعض المصادر لتروها، وكل منكم، كل واحد منكم يستطيع الآن أن ينمي مكتبته. بعض طلاب العلم الذين يتابعون هذه الحصص، من بعضهم يقول لي إنني اشتريت كل الكتب التي ذكرت في هذه الحصة، هذا شيء جميل، لأن التعلم هكذا يأتي بالتراكم، شيء درس مسموح ومشين، فلا بد أن نتعلم بهذه الطريقة. وأنا قلت لكم هذه الحصص ليست تدريس، هي مدارسة، معنا فيها مشاركة بين الطالب وصاحب الدرس، ومهم جدا أن يتم هذا الأسلوب، لأننا نفتح عيوننا على آفاق كبيرة جدا من المعرفة الإسلامية التي قد لا يتيسر لنا أن نقرأها فرادى. فلذلك أقول دائما عودوا إلى هذه الأشياء، عودوا إلى فتاوى ابن الصلاح. فتاوى ابن الصلاح فيها العديد من الفتاوى، وفيها منها فتوى، وقد سئل ابن الصلاح عن تعلم
المنطقي عن تعلم علم المنطق، وهو كان يقول بعدم جواز ذلك، لا يقول بتعلم منطقي، لأنه كان يقول إن المنطق هذا هو مدخل إلى الفلسفة التي فيها مباحث ليست مباحث إسلامية، فكأنه لا يريد أن يشجع الناس على الانتهاء إلى هذه النتيجة وإلى هذه الغاية. وانتقد أيضا في على المناطق أو على بعض علماء المنطق أنهم أدخلوا المصطلحات المنطقية ووضعوها بدل المصطلحات التوقيفية، وهذا حينما يتم صحيح، لأن أي علم له أدواته وله لغته وله مصطلحاته، وتختلف هذه المصطلحات بين علم وعلم أكيد. فحينما تشتغل بعلم معين يجب أن تستعمل لغته ومصطلحاته، وحينئذ يكون ذلك التعلم والتعليم منسجما. لكن حينما تتحدث أنت في مثلا في بلغة الفقهاء وتستجلب كلمة لها امتداد في ثقافة أخرى تختلط عليك الأمور، اختلط تماما. مثلا نحن أخذ كلمة وهي كلمة الإقطاع. الإقطاع الآن في الأساليب المسلوكة الآن المتداولة هو عبارة عن تفرد أو استبداد إنسان بقطعة أرض، وكان الأصل فيها أن الناس في أوروبا كان فيها أناس متملكون وأناس يمتلكون الأرض، واستقطعوا الأرض وأخذوها، وأخذوا الإنسان مع الأرض كذلك، فاستعبدوا الناس جميعا. ولذلك أصبح الإقطاع وهذا وقع فعلا في أوروبا وفي غير أوروبا، كان هو استغلال الإنسان وللأرض، وأصبح الناس يناوئون ويرفضون الإقطاع، بل كان من المثالب والمساب أن يقال عن إنسان إنه إقطاعي. وهذا الآن لو أراد إنسان أن يعيب آخر مثلا متملك وهو فقير يقول هذا إقطاعي، هذا إقطاعي، ولا يعرف معنى إقطاعي ولا غير إقطاعي. ما إقطاعي بمعنى فيها شحنة من الذم ومن من الشتيمة. لكن الإقطاع في الفقه ليس هو هذا. الإقطاع في الفقه باب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بعض الأشخاص أرضا على أساس أن هؤلاء يستغلونها، فهو من باب إحياء الموات وهو من باب التشجيع على العمران، وهذا تفعله كل الدول. الآن كثير من الدول تقطع بعض المستثمرين أراضيها. مثلا يأتيك شخص من بلد بعيد وأنت في بلد فقير وفيه فقر وفيه بطالة، فتأتيك شركة تريد أن تقيم ما فلا بد، هي تحتاج إلى وعاء عقاري لتؤسس ولتبني عليها مشروعا كبيرا، مشروع لصناعة السيارات أو الطائرات. من أين يأتون بالأرض؟ من أين؟ ولا يشترون غالبا، لا يشترون الأرض، فتكون مساهمة الدولة بأن تمكنهم من الجزء الضروري لإقامة تلك المشاريع. وقد تكون تلك المشاريع مشاريع فلاحية، أي جهة معينة مستثمرة تريد أن تقيم منتجا أو مشروعا فلاحيا كبيرا للنباتات أو للحيوانات، فتحتاج الأرض، والدولة حينئذ تقطعها بشروط أن تشغل المحل لا تبيعه، أن يكون لها تتكفل بعدد من العمال إلى غير ذلك. هذه شروط وموجودة في كل الدول. الآن إذا كان الناس لهم رغبة في شيء في كندا مثلا يطلبون أرضا فتعطى له، ولكن هذا القطاع المشي والمقطاع اللي يتكلموا عليه الناس. فإذا ذهب شخص فأقطع أرضا في جهة ما فهذا عمل جائز، ولكن إذا كان استولى على أرض واستبد بها واختص بها وشغل أهلها خدما عنده ولم يعطيهم حقوقها، ماذا يقول لي إقطاعي بالمعنى الآخر؟ ولكن من يميز لك بين هذا وهذا؟ إذن يخص يكون عالم إذا كان يميز. إذن هذه مسألة مهمة جدا ذكرها شهرزوري، ويقول بأنه أن بعض المناطق أدخلوا بعض العبارات في الخطاب بدل ما هو
اصطلاح عرفي، وهذه مسألة ربما إن شاء الله أخص مهمة جدا فيما نتحدث فيه، مهم الآن نختلف بعض المرات فيما يختلف فيه الناس ونتعامل بلغتين، هذا يتعامل بلغة علمية والآخر يتعامل بلغة سائبة، وبالتالي لا 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 ما هو الإسلام مثلا، تسأل ما هو الإسلام، الناس يشرحون الإسلام الآن كأنه الآن نزل الوحي، ما هو الإسلام، شيء بعض يكتب أعرفكم بالإسلام، الإسلام كذا أبدا، الإسلام أصبح مصطلحا عرفيا لا يمكنك أن تحدثنا إلا من كونه مصطلحا، لأن لا يمكن أن نتحدث من موقع المصطلح وتتكلم من موقع لغوي عام، لن نتفهم أبدا، لا يمكن أن نصل إلى حق، وهذا الذي يقع الآن ويقع فيه التغليط، واحد يكتب لهم الإسلام هو كذا وكذا وكذا والاستسلام هو كذا وكذا، يجيب شيء كذا، ليس ما دام النبي صلى الله عليه وسلم شرح الإسلام في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، ماذا يبقى لك أن تتحدث بعد رسول الله إلا إذا كنت تتحدث عن دين آخر، هذا انتهى، ولذلك دائما المصطلح إن شاء الله سأعرضه فيما بعد إن شاء الله في بعض النماذج هو المقدم في الفهم، إذا كنا نتحدث فلا يجوز لك أن تقدم ما هو لغوي عام على ما هو عرفي لغوي، هذا يسمى العرف اللغوي هو المصطلح، العرف الذي تعرف عليه الناس فإحتنا تفاهم يجب أن نكون على هذا الأمر، الفاعل يجب حينما نتحدث في النحو الفاعل شيء اسم دل على الذي فعل فعله أو قام به والأمر، ولكن لو جئت وقد لا يكون فاعل أصلا، إذا قلت مات زيدون، زيدون فاعل والموت ليست فعلا للزيد، بل تقول لم يحضر زيد، تقول فاعل لفعل لم يقع، ولكن هكذا هي صناعة النحوية، صناعة النحوية هكذا قال سمته فاعلا لفعل لم يقع أصلا، وإذن لا بد من احترام هذا، لماذا احنا لا نقول يجب أن نضغط على الناس، لا لا، من أجل حدوث نقاش إيجابي يثمر، النقاش الإيجابي الذي يثمر ويؤدي إلى نتائج هكذا يجب أن تمر فيه الأشياء، وهذه قضية حماية المصطلحات كما يذكر ذلك ابن الصلاح شيء مهم جدا، وطبعا بعض الناس المتدينين لا يعرفون هذه الحقيقة ولذلك يطلقون العنان خصوصا على بعض المواقع أو في المنابر أو كذا أو كذا في أشياء هي توقيفية، اسماء الله توقيفية، اسماء الله توقيفية، لكن بعض الناس كان يتحدث، أحدهم كان يتحدث قديما يتحدث عن عظمة الله تعالى، إن الله المهندس لهذا، الله ما سماش نفسه مهندس، ما هو لا مهندس ولا تقني، قال عليك هذه ما كيناش، لا هل تستطيع أن تورد شاهد واحد على تسمية الله مهندسا؟ لا، فإذا شئت أن تسميه وسميه بالأسماء الحسنى، لأن التساهل في هذا يؤدي إلى الانزلاق في نهاية المطاف، نهاية المطاف يفسد كل شيء، تفسد العقيدة ويفسد كل شيء، لأن كل واحد يسمي الله بما يشاء، لا أبدا، ولله الأسماء الحسنى زيد فادعوه بها، لا تدعوه بغير اسمائه التي ذكرها الحديث، إن لله مئة إلا واحدان كذا، وكتب الناس في اسماء الله الحسنى كتابات كثيرة، فلا تخرج عن ذلك لأنك تفاعلت وأصبحت تطلق، تعطي نفسك من الحرية ما لا يحق لك، هذه مسألة مهمة جدا للصلاح، ولذلك فهموا على لماذا قال ابن سعد، قال إنها قد تكون مدخلا لشيء آخر، وقد قال كذلك إن هناك مصطلحات من علم المنطقي أدخلت المباحث الشرعية وأفسدتها، وهذا ذكره وهذا موجود، ولذلك أنا أقول لكم ارجعوا إلى لأن دائما احنا نقول مصطلح حرر، أين يوجد هذا القول، هذا الذي يوجد الآن هو في فتاوى وهي موجودة وهي مطبوعة أقدمها لكم إن شاء الله في الدرس إن شاء الله لتستنسخوها إن شاء الله يكون عندنا كل شيء في مكانه. النووي كذلك قال ما قال متابعة أيضا لهذا القول وتخوفا، ونحن دائما في بعض المرات قد لا نستطيع متابعة الأشياء
أو البحث العلمي إلى نهايته، وإذا قد نكتفي بأصول تحدنا وكأننا دائما نخاف على أنفسنا. فمثلا هذا الأصل الذي هو سد الذرائع مثلا والتخوف من الأشياء هو أصل موجود في المذاهب كلها، مذهب المالكي، ولكن في مذاهب أخرى حكم أكثر من غيره، فأصبح كل ما يمكنهم القول به أو الرجوع إليه واستناد إليه في التحليل أو التحريم هو الذرائع، سد الذرائع وفتح الذرائع. فأيما شيء أرادوا أن يعالجوه قالوا هذا نمنعه سدا للذريعة. فمثلا قالوا هذه العبارة التي عرفناها وعرفنا كيف أن المرأة لا يجوز لها أن تقود السيارة، لماذا؟ لأن الرجال كانوا يقودون السيارة، انتهى الأمر، كانوا يقودون. لو كانت المرأة يومئذ تقود السيارة لقالت شيء آخر، فثم ذهب هذا نقول خاطرة. فإذا به يصير تشريعا ويصير فيه صراع وكذا، وكان أمرا في غير مكانه، لأنك لو أردت، وهذا الذي يقوله الأصوليون عندنا في باب سد الذرائع، يقولون إن كل شيء يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفساد بالتأكيد، لكن هل هو غالب؟ هل هذا الذي يقولون به أي تأديته إلى الفساد غالب أم هو مظنون؟ أنت قد تبني دارا تشيد منزلا وتكريه للآخرين، ما يدريك أن ذلك الشخص سيشرب فيه خمرا، ما يدريك، قد يمكن، ما يدريك أن الشخص يرتكب فيه فاحشة، ممكن، ولكن هذا ليس هو الغالب في المنازل أنها تبنى لهذه، لا، الناس يبنون المنازل لأن مسكون فيها، أي غالبية الناس إنما يبنون المساجد المنازل ليسكنوها، فهي إذن مرفق يحتاجه الناس. أما هذا فهو عارض، أما هذا فأنا أشتغل مثلا أصنع مودية، لا يمتنع أن شخص يذبح بها شخص آخر، ولكن هذا عارض، ولكن غالبا أن الناس يستعملونها لأغراض أخرى وهكذا. ولذلك بعد مرة أصبحنا نكتفي بهذا، وحكمت هذا الأصل حكم كثيرا في بعض المذاهب الآن، ولذلك بعثوا لي التراجع كي تسبق له تراجع لما ظهر، أول ما ظهر الميديا في بعض الدول قال هذا لا يجوز، هذا فيه شيطان وكذا وكذا، احتمالات كلها أوردوها ولكن غلبوها وجعلوا انتهوا إلى التحريم. ولذلك كانت عندنا مشكلة في تحريم بعض الأشياء، أحد الحكام في البلاد العربية اضطر إلى أن يجمع العلماء ويقول لهم ماذا تقولون في الشيطان؟ هل يقرأ القرآن أم لا يقرأ القرآن؟ قالوا لا، القرآن لا، الشيطان ما عنده علاقة بالقرآن، لا يقرأ القرآن. قالوا إن سأسمعكم القرآن من هذا المذياع. طبعا جاب مقرئ قالوا اسمع، ما بقى الشيطان هذا ولا يقرأ القرآن؟ لا نسارع إلى مثل هذه الأشياء دائما إلى الحلول الجاهزة، هذه حلول جاهزة سرعان ما نعودها. قلنا المرأة لا تقود السيارة، ولكن هل الآن تقود السيارة تقود الأمة؟ مشي هذا لا يصلح أن يكون سندا قويا في حينما تكون الذريعة سيئة وحاضرة، ولا بد أن نقول بذلك، ولكن ليس لأننا نتخوف من كل شيء يجب. كل المرأة لا تتعلم الكتابة، سمعتم هذه القراءة موجودة، هذا ذكرها بعض الناس، المرأة لا يمكن أن تتعلم لأنها إذا تعلمت يمكن أن ترسل إلى رجل، هذا بعيد جدا، وما كانوا ينطلقون إلا من هواجسهم فقط. ثم كان ما كان مما ذكرته مما عرفته من أمر أن النساء تعلمنا وأصبحنا عالمات، وكان خير التعليم للمرأة أكثر بكثير مما كنا نظن بأنه سوف يكون شرا. إذن فهذا المدخل الأول، وهذا الذي يتعلق بهذا، أن نتحدث عن ألفاظ هذا النظم أولا، ثم من بعد أخلص إلى ما بعده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.